السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، معكم أحمد عربي من مديرية ميكروتيك أفريقيا وجروبنا على الفيسبوك ميكروتيك أفريقيا. نرجو من الأعضاء من انضمام لجروب عمل مشاركة المدينة كي يشاهد الأعضاء الجدد. طبعا شرحنا إن شاء الله النهاردة يمكن شرح طلب مني كتير على الفيسبوك من الأعضاء، تحديد سرعة لبرنامج المحادثة المشهور لدى الجميع في مصر والوطن العربي، برنامج الفايبر، ويمكن قلنا معظمه بيشتغل على الموبايلات وأنظمة الأندرويد. مع سكريبت رائع من تصميمي لحل مشكلة تحديد سرعة خاصة للبرنامج أو تشغيله بسرعة الديفولت. سكريبت بينزل في الاي بي فاير وول مانجل، وبينزل 4 اضافات، وبينزل في الاي بي فاير وول رويال 7 بروتوكول، بينزل اضافة واحدة، وبينزل في الكيوز في الكيو 3 اضافة واحدة. طبعا هنبدأ ناخد السكريبت مع بعض يا شباب، كله كوبي، وهنيجي في نيو تيرمينال وهنبدأ نعمل بيست وهننتظر. نضغط 2 انتر زي ما انتم شايفين، نزل اضافة معانا اسمها فايبر، تمام، والباكت مكتوبة احمد العرب. ولو دخلنا في الاي بي فاير وول مانجل، نزلنا على اخر حاجة، يبقى انزل 4 اضافات زي ما انتم شايفين، ادي 1 2 3 4، وبدأ بالفعل اضافة منه بتعد والتانية تشتغل تعديت، ماشي. طيب طبعا يا شباب بينزل في ريال 7 بروتوكول اضافه مكتوب عليها فايبر زي ما احنا شايفين كده، والامتداد بتاعه هو. بعد كده يا شباب نخش على الكيوز في الكيو 3. طبعا لو حددنا مثلا سرعه البرنامج الفايبر مثلا وليكن 128، هيبدا يجي معانا باللون الاحمر. ليه قلنا هيجي باللون الأحمر يا شباب؟ قلنا السرعة المحددة للبرنامج أقل بكتير من السرعة المسحوبة من على الميكروتيك، فبالفعل بيبدأ إن هو يديلك النور الأحمر دوت علشان عليه ضغط. لو ادينا مثلا 512 للبرنامج يبدأ يجي باللون الأصفر أو باللون الأخضر، مفيش ضغط على البرنامج أو السرعة مظبوطة في سحب الشبكة. طبعا يا شباب قلنا لو هنعمل الديفولت، عايزين نعمل ديفولت للبرنامج، هنبدأ نشيل التحديث خالص ونعمل ابلاي واوكي. لو دخلنا في الاي بي فاير وول ادرس ليست، طبعا دوت معانا الادرس ليست الجوجل والفيسبوك اللي احنا شرحناهم، هيبدأ يظهر معايا حاجة جميلة جدا جدا، هيبدأ يظهر معاك شوية ادرسات خاصة ببرنامج الفايبر زي ما احنا شايفين كده. طبعا عند قلنا تشغيل الشبكة وسحب الأدرسات من على الرول أو السكريبت، بيبدأ إن هو يديلك الأدرس الخاص ونيم في الأدرس ليست للبرنامج الخاص الفايبر. لو خدنا الأدرس ده ودخلنا بحثنا عنه على الجوجل، هيديلك بالفعل إن الأدرس ده خاص ببرنامج فايبر، وهيديلك نفس الكومنت دوت. طبعا ده شباب اللي قلنا في الادريس ليست دوت بتيجي حاجة تلقائية من نفسها، مفيش اضافات، هو بيقعد اكبر فترة. مثلا لو الشغل المايكروتيك ساعة عندك، بيبدأ ان هو يطلع ادريسات جديدة عند دخول العملاء على البرنامج او برنامج الفايبر طبعا، فبكده بيبدأ ان هو يعمل تخفيف وكاش للادريسات الجديدة عندك في الادريس ليست. وعند دخول العميل بيبدأ ان هو يسحب الادرس من على المايكروتيك. ممكن احنا شرحنا الحتة ديت في الجوجل وشرحنا الحتة ديت في الفيسبوك، فالاعضاء كانت طلبت مني الشرح، وطبعا الشرح هو الشباب مفيش اي مشكلة، وزي ما انتم شايفين قلنا مفيش عند اي سحب خالص على البرنامج، لان انا اعتبر بشرح الساعة 3 بالليل او الساعة 2:49 ده بالظبط، ماشي. طبعا يا شباب لو احنا عاوزين قلنا نحدد سرعة للبرنامج، بنحدد سرعة من هنا، لو عايزين نسيبها ديفولت مفيش مشكلة. قلت شرح يا شباب، بشرح على النسخة 6.35. لو عندك النسخ الخامسة فما عنديش نسخة خامسة عشان اشرح عليها، يحصل بعض المشاكل في السكريبتات بالذات في الكيو 3 ما تبقاش تنزل. فانا شرحت قبل من كده ازاي نعمل لها اضافة للنسخ الخامسة، او معظم السكريبتات بضيف فيها النسخه الخامسه والنسخه السته. طبعا بحب او بنبه
للأعضاء بقول لها حدث النسخ من 5 لـ 6 لضمان الجودة والاستقرار في التحديثات. طبعا مايكروتيك بتحدث باستمرار النسخ الخاصة بها على الراوتر بورد، يمكن الشرح كله على الراوتر بورد، وببعد عن شروحات الكيس. انتظرونا في شروحات قادمة هتنال إعجابكم إن شاء الله، وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.